أعلنت مؤسسة الإقراض الزراعي عن تأجيل سداد جميع القروض الزراعية وفوائدها لجميع المزارعين المتعثرين بسبب الخسائر التي تعرضوا لها خلال المواسم السابقة. مزيد من التفاصيل في تقرير أسامة العدوان. خسائر فادحة يتكبدها المزارعون وخصوصا في وادي الأردن في نهاية كل موسم زراعي بسبب التدني غير المسبوق لأسعار المنتوجات الزراعية وغياب العملية التنظيمية للقطاع الزراعي. تستمر معاناة المزارعين موسما تلو الآخر بسبب تراكم الديون والفوائد لصالح مؤسسة الأقراض الزراعي التي ترتفع شهرا بعد شهر بسبب تأخر السداد الناتج عن انخفاض الأسعار بشكل غير مسبوق، مطالبين الجهات المعنية باتخاذ جملة من الإجراءات للتخفيف عن المزارعين. ومن الدين من الدولة ومن البنوك ومن المؤسسات وهنا بعيلة يطلعوها. مدير مؤسسة الأقراض الزراعي المهندس محمد الحياري أكد أن المؤسسة تعمل بشكل متواصل لدعم القطاع الزراعي وتقديم الدعم المالي من خلال قروض ميسرة طويلة الأمد لأبناء القطاع الزراعي في جميع أنحاء المملكة. كما أكدت المؤسسة لرؤية عن فتح باب تأجيل جميع القروض وفوائدها لجميع المزارعين المتعثرين. كل مزارع يتبين لديه تعثر في مشروعه بسبب ظروف خارجة عن إرادته يمكن مراجعة الفرع الأقرب إليه أو الفرع الذي حصل على قرض منه، وهناك تعليمات واضحة لمدراء الفروع بمراعاة ظروف المزارعين وجدولة ديونهم وتقسيطها بما يناسب إمكانياتهم، وهذه صلاحيات معطاة لكافة المدراء. ويأمل المزارعون في إعفاءات للفوائد المترتبة على القروض الموسمية التي تسهم في دعم القطاع الزراعي واستمرار العملية الزراعية. أسامة العدوان، رؤية